السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم ولكن قدر كلامي يجيكم شويه غريب. عرفتوا علاش؟ حيت غادي نعطيكم نصائح كيفاش تدمروا شخصيات ولادكم، كيفاش تحطموهم، كيفاش تدقدقوهم، كيفاش ولادكم ما يبقاو لايقين لتا شي حاجه. انا نعطيكم اول نصيحه باش اولادك يكونوا ما لايقين لتا شي حاجه، هي المقارنه. شوف طلع ليا في المقارنه، فين ما درتي قارن ولدك بولاد عمو، بولاد خالو، بالجيران، بصحابو، ديما انت تطلع ليا في المقارنه. انت ماشي بحال فلان، انت ماشي بحال فلانه، فلان احسن منك، فلان تتعرف دير عليك. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، طلع ليا في ان الحب ضروري ليه من المقابل. قول لي انا مثلا بغيكش الا ما درتيش، وانا ما عمرني غنبغيك الا ما درتيش هذه الحاجه هذه. شتي الا بغيتيني نبغيك خصك تكون تقرا مزيان، الا بغيتيني نبغيك خصك دير، خصك تفعل. دائما ربط لي حبك ليه باشياء باش انك تدمر ليه شخصيته وانك تهدمه بمره واحده. هادو اشياء ضروري انك تطبقهم الا بغيتي ولدك ما يلاقي حتى شي حاجه. ثالث حاجه ضروري ان ديرها وتطبقها الا بغيتي ولدك ما ينفع حتى شي حاجه، هو انك تقول ليه ما تنفع حتى شي حاجه. وديما ولي شتي انت طلعتي والله بطي ما لايق والو، والحاجه اللي دارها لومو وعاتبو. عندك تنسى انك ديما وقت ما دار شي حاجه قلب ليه على الدفو فيها، قلب على فين كانوا الاخطاء ديالو وبينهم ليه وورك عليه. شوف هادو اشياء طبقهم ورد عليا الخبر، حيت ولدك غيكون ما لايق والو باللغه. ملي نقول لكم هادشي كامل خصنا نطبقوه، ولكن بالعكس، حيت فعلا حتى شي واحد ما بغى ولادو يكونوا ما لايقين والو، ولكن بغاهم يكونوا ناجحين. فلا بغيتكم تكونوا فعلا ناجحين، طبقوا لها فيرس ديال هادشي اللي قلنا كامل. انا نتلاقى بكم في حلقه اخرى. تهلاو فريسكم.